طب احنا هنختبرك دلوقتي كمذيعه، ماشي؟ انت دلوقتي في البرنامج اهو، وعايزينك تقدمي محمود. الاول ايوه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم، يا رب تكونوا بخير وسعاده. انا باسم العزيز محمود احمد بطل مصر في العاب القوه معانا. اهلا يا محمود. اهلا يا تالي، عامله ايه؟ من غير اوتوكيو وشغاله زي الفل. الله اكبر، شغاله مذيعه من غير اوتوكيو. طبعا انت جاي عشان تقول لنا ايه الحاجه اللي انت كان نفسك تعملها. الحاجه اللي كان نفسي اعملها يا تاليا اني احقق ميداليه عالميه. اوكي، في الاولمبياد ان شاء الله. ده كان سؤال حقيقي بجد يا محمود؟ اه طبعا. يعني احكي لي بقى، عملت ايه مع الكابتن محمود خطيب؟ رحت بقى واستقبلني في النادي واداني العضويه واداني كل حاجه. كان يوم تاريخي. يعني الكلام ده انت شايفه يا محمود بجد؟ اه بجد. حصل. حصل بجد، ما كنتش بحلم. ممكن نسقف لها يا جماعه. اه والله نسقف لها على الشطاره يعني. طيب تاليا، احنا عندنا فاصل دلوقتي، زي ما انت كده قاعده باصه للكاميرا بتاعتك هتقولي يلا احنا هنطلع فاصل، هتطلعينا الفاصل الجاي ده. يلا احنا هنطلع فاصل ونرجع تاني.